مستمعاتنا ومستمعينا، رح نرافقكم أنا وحريبات ب 24 FM بدوتكم، ويسعد مساكم جميعا. وكمان شوي رح نقابل الإعلامي إيهاب الجريري ليحدثنا أكثر على 24 FM وعلى انطلاق الإذاعة بأولى حلقاتنا بالبرنامج عبر أثير إذاعة 24 FM. غير إنها الموسيقى غير طبعا من حي الكبير البلد كمال، هو راح يكون معنا دائما، راح يكون دائما معنا، هو يعطينا انواع جديده من الموسيقى، راح تكون دائما موسيقى عندنا متنوعه جميله جديده. طبعا من حي هذه المره، يلا مع الله، من حي مراد. أنا مش مرتبكة يا حريبات. طب يلا أنا ليلي بس لأترجم لك شو بتحكي. ممتاز، خرفينا شوي عن البرنامج. هاي مايكك على فكرة، المايك هذا هم أول ما جابوا في الراديو جابوا في مايك متطور ومايك مش متطور، فهذه العنصرية بي. النساء أولا طبعا، المايك متطور إلي. يسعد مساكم جميعا مجددا عبر أثير إذاعة 24 FM. بحب أذكر بأرقام تليفوناتنا، بتقدروا تتواصلوا معنا بالاتصال على 297-24-24 وتراسلونا بالأسماس على 378-24. يعني في البداية للأعزاء المستمعين، حابين إن نحكي إنه فكرة عن برنامجنا الموضوع مش موضوع إنه بدنا نعبي هوا، ولا الموضوع موضوع إنه بدنا إن نحكي برنامج. هي القصة قصة أنتو، إحنا مستهدفينكم أنتو على بناء على يكون هذا البرنامج منصة نتبادل فيها المعرفة والمعلومة، نتداول فيها كل إشي جديد، وأنتو تكونوا مصدر المعلومة. وإذا عندكم أي تساؤل كل شيء عن السوشيال ميديا، شو يعني هاشتاج، شو الترند، وكيف أثرت كل السوشيال ميديا على حياتنا، بتقدروا كمان تتواصلوا معنا مستمعاتنا ومستمعينا. اليوم بعرفش إذا ظلينا، اليوم راح تكون حلقتنا الأولى مميزة، وراح يكون عندنا مجموعة من الضيوف من كل الوطن العربي. مش راح أحكي أسماء، مش راح أقول ولا أحكي، راح نقولكم عشانكم ظلكم معنا. وأهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله تكون معنا رحلة موفقة. وين الكلام انت ما تميتي، وانتي
في فلسطين يا باي يا باي كنت ما تسلتي عباليك يا مكلين وين السلام انت ما ارتعيتي تقوليك في فلسطين يا باي يا باي كنت ما اهتميتي عباليك شر كثير يا أنو هذا أول واحد بده يشارك معنا اليوم؟ اتفضل معنا. اتفضل. الله يجعله ألف مبروك، أنا بحكي معك من الإمارات. صوتكم واضح جدا، أنا حبيت أكون أول واحد ببارك للمحطة، مش سوشيال ميديا ولا شيء، بس مباركة. يسعد مساك. إن شاء الله على الأمان. إحنا سعيدين جدا باتصالك وراح يكون. استنى شوي، شو بكرب بس عرفنا عليه، شو بكرب لك؟ آه. أبوي. آه شايف، طيب مساء الخير يا أبوها. الله يسعد مساكم يا رب، يعطيك العافية والصحة إن شاء الله دائما إن شاء الله. الله يعافيكم وألف ألف مبروك، والله يخلي لك هالنوارة نورة. الله يخليك. شكرا على اتصالك ويسعد مساك وين ما كنت عم تحكينا. أنا بصراحة تأثرت في هذا التلفون كمان. شكرا لك، شكرا لاتصالك. يسعد مساك عمي. السلام عليكم. احنا ما اتفقناش هيك التلفونات بس. الو مرحبا، اهلا، كيف حالكم؟ هلا وحش، شو اخباركم؟ اهلا يعطيك العافية. انا حبيت ابكى اول اتصال بس سبكني، يلا معلش. طيب احنا بنحب نحكي لكم الف الف مبروك لرائد ولعلاء ولايهاب ولك طبعا يا محمود، واحنا متاكدين انه انت والصبيه اللي معك اكيد رح تكون برنامج كثير حلو كثير رائع، واحنا هنا متابعين دقيقه بدقيقه يعني حتى اكثر ثانيه بثانيه عشان ما يفوتناش اي شيء من الاشياء اللي والمتعه اللي بتقدموها والمعلومات كمان. فكل التوفيق يا وحش وكل التوفيق لكل الشباب والف الف مبروك. انت على العموم معي لان انا لابس بلوزتي فلسطينيه. طبعا معنا الصديق والاخ علي عبيدات، هو من اعز الاصدقاء والاقربهم واللي عنده كمان استخدم ادوات السوشيال ميديا في الابداع. شكرا الف مبروك. الله يسعدك يا صديقي. احنا كنا مرتبين البرنامج ومنعد في البرنامج بس شكله في اعداد للبرنامج اخر احنا ما كنا نعرف فيه. كل الشكر والتقدير للناس اللي ورا القزاز لانه باقي افعالهم اكثر من احنا اللي بنطلع وبنحكي. وكمان معنا مشاركات عبر الفيسبوك على الستيتس تاعنا لليلة، كيف بتأثر السوشيال ميديا على حياتنا. بنشكرك جنى على مشاركتك الدائمة وشكرا لك. أما بالنسبة للهجات فبتسيطر على الإذاعة، بتقولك إحربات. صحيح، هي جنى هي أحد التوترجيات الفلسطينيات اللي والزميلات واللي إحنا بنفتخر فيها. يسعد مساها ومسا كل المستمعات والتوترجية في فلسطين. لقمة أشباح حفل كفي مثل الغن والحديثة، هيلا هب وهيلا نصاب، هيلا هب وهيلا نصاب، لو تقول صعبة وعويصة هيلا.
ستايلات البرنامج هو احنا في كل حلقة راح يكون في عنا ستاتوس ستيت ولا ستاتوس ستيتس مش ستاتوس المهم زي ما هو عندي كله عند العرب بالطين. المهم احنا بنحط هذا الموضوع انتم بتتخرفوا عنه احنا بنحاول انه يسون في نوع من المشاركة والتواصل والاتصال ويا ريت انكم تشاركونا دائما ولانه احنا زي ما قلنا في الاول والاخير هذا برنامجكم فبدها حركة يا شباب. ومعنا مكالمة واتصال جديد بنقول مساء الخير. يسعد مساكم يا رب. أهلا وسهلا يسعد مساك. أول شيء بدنا نبارك لكم على البرنامج معكم أحمد حبيب من رام الله. الله يسعد مساك يا أحمد. الله يسعد مساك يا محمود ريتو ألف مبروك يا رب. إحنا كمان بنشكرك وبنشكر كل أعضاء صفحتك لأنهم فعلا كانوا من أول أصدقاء لبرنامج دوت كوم واللي أنتوا إلكم تجربة إحنا بنفتخر فيها. إيش صفحته؟ شو صفحتك؟ احكي لنا عن صفحتك. إحنا صفحة شو ما بدك من رام الله هي إحدى الصفحات الاجتماعية في المدينة. بالنسبة لسؤالكم يعني إحنا بنعتبره هي كانت أنجح وسيلة لنا إنه نتواصل مع هو الفيسبوك. قدرنا من خلاله أن نطبق كثير من الأنشطة التطوعية اللي قمنا بتقديمها لمدينتنا. فنعتبر الفيسبوك هو وسيلة تواصل اجتماعي حقيقي في حال أنك أحسنت استخدامه. يعني بدنا نعتبره زي السكينة ذو حدين، ممكن يكون إيجابي وممكن يكون سلبي. فإحنا الحمد لله رب العالمين بهمة الشباب اللي كانوا معانا مثل محمود وغيره من الإعلاميين، وبنخص الذكر أيضا إيهاب الجريري، كان لهم دور كبير بإنجاحنا. بنحكي احنا انه فعلا انه كانت مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة لنا هي افضل وقدمت لنا اشياء كثيرة لحياتنا واسرع كمان، هي من اسرع الوسائل اللي هلا عم تستخدم. انا سبق وعلقت على الموضوع هذا على اللي كنتم منزلينه انه هي سهلت علينا كثير في نشر الخبر او الصورة عن الحدث اللي احنا بنقوم فيه، حتى سهلت علينا في جمع المتطوعين اللي بيشاركونا. يعني خلال عام قدرنا نجمع ما يفوق عن 100-150 متطوع، فهذا إنجاز. إنه لو فيش إشي اسمه مواقع تواصل اجتماعي كان صعب جدا إنه نقدر نجمع هدول خارج الجامعات أو خارج الكليات، فإحنا قدرنا نجمعهم من مدينة وكل واحد فينا من قرية من مخيم من أهل المدينة نفسها، حتى كان معانا متطوعين من محافظات أخرى، يعني ما كانتش إنه بس مدينة رام الله. صديقي أحمد إحنا بنشكرك على هذه المشاركة، إحنا راح نكون في تواصل دائما مع كل الأدمنز في البيجات المختلفة. شكرا لهالمشاركة واللي راح دائما وأبدا نكون معك في تواصل. يسعد مساك، شكرا على هالمشاركة الطيبة، يسعدك كبير. خلونا احنا ناخذ اخر مكالمه بعدين نرجع للمواضيع. والو مساء الخير. مساء الورد، كيف حالكم؟ اهلا، معكم جنى. اهلا جنى، كيفك؟ شكرا لمشاركتك الاولى. هو انت بس حددي، يا اما بتكوني على الفيس يا اما بتكوني على التلفون. ما هو ما بزبط ما اشارك على الفيس. طيب يلا، كنت بدي اتصل هيك يعني، فحكيت مش مشكله معكم، سبقتوني وقرات الشيء اللي كتبته. يا على الفيس يا على التليفون. جنى انت اللي كنت اشوفه على ستيتاتكو انه انت واخدك كنت امبارح بدكم تناموا في الدار في السياره عشان الاغاني حلوات. فانتوا عاجبكم ستايل الاغاني عند اللي حاطينه في الراديو؟ لا هو عشان ملاحق كمان برنامج ايهاب الصبح اها من على 8 الى 3، فمن هذا الباب. يعني انتوا بتطلعوا بدري على الشغل عشان تسمعوا برنامج ايهاب؟ هو انا كنت بدي اسمعه اونلاين صراحه، بس اختي سبقتني وراحت على الشغل وما لحقت اطلع معها. خلص تمام، بكره بتسمعي يا جنى. وانا بدي استفسر لسه من ايهاب اذا ممكن ننزل البرنامج الحلقه الاولى على الموقع. راح ننزل كل حاجه، راح يكون كل شيء، وفي اعلان في نص الحلقه راح نستضيف واحد احد الاعلاميين في هذا الراديو يحكي لكم اشياء مفاجات عن الراديو كمان. ولا يهمكم، يسعد مساكي. حبيت أحكي لكم بس كل التوفيق يا رب. شو رأيك في البرنامج يعني؟ ها ولا زناخة فيه ولا كيف الوضع؟ كيف شايف البداية؟ لا كبداية موفقة. يلا يسعد مساكي، الله بدلكم بطلوع وألف مبروك لإيهاب وعلاء. يلا شكرا، يسعد مساكي. شكرا جنى، يسعد مساكي. يسعد مساكم. الليلة دي عمرنا، الليلة دي
المستمعين في نقطة مهمة، بما أنه إحنا في عنا موجة رئيسية 97 و9 بالعشرة، وفي كمان في الشمال في موجة 94 و8 بالعشرة. قريبا راح تكون بالضبط، قريبا راح تكون موجة الجنوب. يعني الآن الحجة طبعا من أحد المقيمين للحلقة تبعتي هي الحجة، ففمي قاعدة بتقيم لي في الموضوع بس على الإنترنت. يعني بتمنى من كل المستمعين إنهم يتابعونا ويسمعونا عبر الموقع الإلكتروني www.24fm.bs. شكرا لكل مشاركاتكم كمان عبر صفحتنا على الفيسبوك. وفي حدا بيقول لك يا حريبات احكي بالشاف، هو ضل شاف اكثر من هيك؟ بأيد انا بهذا الموضوع. كمان اتصال معنا على الهواء، بنقول مساء الخير. مساء الخير. مساء الورد. يعطيك العافيه نوره، يعطيك العافيه محمود. الله يعافيك، اهلا وسهلا. مبدعين بالتوفيق. انا معانا يحيى حبايب. ايش وحش، اهلا وسهلا. اهلا فيكم. اصلا احنا في عنا وحده في الراديوهات، ليش الحكي يعني؟ فيش عنا منافس من هذا الخراف ومن هذا الابصار. ابدا ابدا، كل الزملاء بالعكس. واللي زلمه اصلا هذا التلفون اصلا علي صوته، علوله صوته، هذا جماعتنا هذول. انتم زملاء واصدقاء قبل كل شيء، يعني في النهايه بالتوفيق. بالعكس، المهم الرساله توصل بغض النظر عن اي اذاعه او عن اي وسيله كانت. صحيح. محمود صديق رائع، ونوره زميله رائعه، وإيهاب استاذنا اكيد، وكلكم زملاء بالتوفيق. ان شاء الله ربي توصلوا الرساله اللي بدكم اياها وبعلى المراكز ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يحيى، شكرا كثير على اتصالك ومشاركتك، خليك دائما معنا على السماع ان شاء الله. Baby, you can call me Christian Grease. I'll make you fall in love, I'm a thief with the hearts. To me, it's an art. Baby, your eyes don't lie, I can see you want a little bit of me in your life. I can treat you like the princess you are, but behind closed doors, we can do it all. Ladies first, when I open doors, I got an open mind, let me open yours. You can come see me while I'm on tour, but till then, besito mi amor. احنا بننتظر بسبب الضخ الاتصالات الكبير اللي عماله بيجينا من الراديو، احنا مش قادرين نصل لضيوفنا. عمالهم في الكنترول، عمالهم بتحاولوا يتصلوا في الزميل والصديق الخبير خالد الأحمد، هو من الأردن، راح يحكينا اليوم عن كثير من المواضيع اللي بتخص السوشيال ميديا، عن آخر فعاليات منتدى الإعلام اللي عماله بصير في دبي، وبالإضافة أنه راح يحكينا عن أول دبلوم يخص إدارة المواقع الإلكترونية، وأنه هل هذا الإشي صار بحاجة إلى دراسة. استنونا عبين ما احنا عارفين نتصل على أخ خالد الأحمد ونجاوبكم على كل الأسئلة. مساء الخير. مساء الورد. كيفكم؟ اهلا وسهلا. اول شيء الف الف مبروك، 24 اف ام صار لي يعني من يوم ما بلشت تتاسس، وانا كل يوم الصبح وانا طالع على المناره بقول يلا اشتغلي من المبنى، بدنا نسمع صوتكم، فسمعنا صوتكم. اهلا وسهلا، بس عرفنا بحضرتك. هاي مش صاروخ يا شو اسم زميلك نسيته؟ محمود حربات. لا لا لا، بتهني عماد. هاي 24 ورده طلعت في سما فلسطين اليوم،
وراح تنور نجوم الدنيا كلها بالليل وراح تكون طول النهار شمس ضاوية مع إيهاب الجريري ومع كل الزملاء الأعزاء. ألف مبروك لكم كلياتكم. ببارك لصديقتي العزيزة أمل سحويل على هذا الإنجاز العظيم مع شركائها، وببارك للأخ إيهاب اللي أنا ما بعرفه شخصيا بس بعرفه عبر راي أف أم، واليوم بعرفه عبر 24 أف أم، وإحنا لحقينك يعني. وكان صباحكم اليوم كتير مميز مع إطلالة صوت كتير حلو وجميل. طبعا هذا أول اتصال، مش إنه كثافة اتصالات عندكم، هذا يدل بدل إنه الـ 24 ورد اللي ضوت اليوم في سما فلسطين راح تنبت كتير 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 شغلات حلوة. موفقين إن شاء الله. والله يعطيكم العافية، ومنها للأعلى منها، وضلكم على منهجكم الحلو والجميل بالتواصل والاتصال. شكرا 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 لاتصالك، يسعد مساكم جميعا، والله يبارك فيكم جميعا. اليوم احنا وعدناكم في 24 اف ام كمبدا من مبادئ اعمالنا انه راح يكون كل شيء مختلف وكل شيء جديد. بدايه راح يكون اليوم معنا ضيف، هو ضيف صديق وهو ضيف مختص في مجالنا، وعشان احنا عشان لازم نعرف نحط النقاط على الحروف، لازم نجيب الناس المختصين في هذا الموضوع يحكوا معنا. اليوم الصديق والمستشار والمدرب الاعلام الاجتماعي في المنطقه العربيه معنا الصديق خالد الاحمد. اهلا وسهلا فيك صديقي. مساء الخير. مساء الورد، أهلين. ألف مبروك، ألف مبروك عليكم الإذاعة الجديدة نورة ومحمود، وشكرا على الاستضافة. الله يبارك فيك. يعني إحنا حاولنا كثير نعمان نتصل فيك بس كانت هنالك ضغط، والحمد لله إنك أنت كنت أول ضيف من الأردن الحبيب تطلع معنا. هذا شرف إلي، هذا شرف إلي. أهلا وسهلا فيك. يعني الموضوع اللي موضوعنا وبرنامجنا هو رح يختص في مواقع الإعلام الاجتماعي، موضوعنا بحر. بس يمكن إحنا اليوم نبلش في آخر موضوع صار، واللي صار هو المنتدى الإعلامي اللي صار في دبي. من الصبح كانت أعطيتني أنت على التويتر إنه في عماله المؤتمر، عماله وفي جلسات، أنا حضرت أكثر من جلسي. بس اللي أنا استغربته على تويتر وعلى الفيسبوك إنه هذه السيدة المصرية اللي 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 هي مشهورة واللي كانت آخر إشي يعني هي سيدة وسائل الإعلام الحديث اللي قالت شط أب يور ماوس أوباما، كان الكل يتصور معاها وكان هي الحدث، مش الأرقام والدراسات والضيوف والناس الموجودين في دبي. شو قراءتك لهذا الموضوع؟ يعني هو بضحك، بس الناس على السوشيال ميديا مرات ما بكون لها يعني ثقل كبير بالعالم الحقيقي، بالعالم الواقعي. بس بالعالم الافتراضي بتلاقي صارت الفيديو نزق على الفيديو، الفيديو بضحك كثير، صارت الفيديو صار فايرل، فزي كأنه صارت هلا مشهورة زي كأنها مغنية فجأة، صار تأثير قوي بالعالم الافتراضي، مش عارف كم مليون فيو صار. فنحن حابين نتصور مع سلبرتي، بس إنه على العالم الافتراضي. إحنا برضو يعني هذه شغلة، إحنا مش لازم برضو نروح هناك، إحنا ممكن نحكي شغلات مفيدة أكثر،
يعني مش يعني ممكن. طب شو قراءتك انت، كيف شفت اليوم من شو 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 قراءتك للمؤتمر وللمحتويات والارقام اللي عملها طلعت عليه؟ وتحدثنا اكثر عن هذا المنتدى عشان انا والمستمعين وكلياتنا نعرف اكثر عن منتدى الاعلام الاجتماعي. شوف انا ما يعني حضرت اول ما حضرتوش كله، كنت بانتظار تقرير بنزل سنوي من كلية دبي للحوكمة. هذا التقرير مفيد جدا، بسوي استطلاع وبسوي كمان إحصائيات عن الإعلام الاجتماعي في الدول العربية. هلأ في بعض المنصات الإعلام الاجتماعي بتطلع إحصائيات وبعضها ما بتطلع، زي مثلا فيسبوك ممكن تلاقي أرقام الفيسبوك من الفيسبوك نفسهم، بس مثلا تويتر، شركة تويتر ما بتطلع إحصائيات. فهم عندهم ميثودولوجي كتير يعني حلوة، بقيسوا بخط طولي وخط عرضي لكل بلد كم تغريدة طلعت خلال 30 يوم. فبيحكوا مثلا بخط طولي وخط عرضي طلعوا مثلا بالضفة وبغزة عدد تغريدات معينة، وبرجعوها بنسبوها لكم شخص طلع التغريدات هذه. فبيحكوا عدد المغردين النشطين وبعطوك عدد معين بالتقرير هذا. فهذا التقرير كانت النتائج الفلسطينية جيدة؟ أنا ممكن أعطيك عدد إحصائية قديمة تبعت السنة اللي فاتت. نشوف بالنسبة للمغردين الفلسطينيين السنة اللي فاتت بشهر مارس 2013 كانت 36,800 يعني رقم جيد. يعني احنا لسه في فلسطين، بتعرف يا خالد انه في فلسطين لسه التويتر مش داخل عندنا زي ما مثلا موجود بكثافة في الأردن. أكيد. بالنسبة للأردن احنا بدنا بما ان حكينا الأردن، الأردن اطلقت، وانت كنت احد الناس اللي قائمين على هذا الموضوع، اطلقت دبلوم تدريبي مختص في إدارة المواقع التواصل الاجتماعي، واللي هو الأول على مستوى الوطن العربي إنه ينطلق من الأردن، وأنت كنت أحد الناس اللي مصممين لهذا الموضوع. هل إنه إحنا صرنا بحاجة لدراسة ولعلم كيف ندير هذه المواقع؟ أكيد. في ناس كتير أو شركات أو أشخاص مثلاً إنه لا، هذا مثلاً شو هي الفيسبوك، أنا يعني ابني بيشتغل على الفيسبوك، بدوش علم، بدوش أشغل واحد عشان يمسكه. فهو لا، هو عنده علم. يعني مثلاً لازم واحد يعرف مثلاً إيش نوع البوست اللي بنزلها، كل بوست حسب نوعه. مثلاً في بوست بس بكون كلام، بوست بكون فيجوال اللي هو بصري، بكون صورة أو فيديو، بوست بكون كل نوع بوست له تفاعل مختلف حسب فيسبوك. سوين حسبة معينة عندهم، كل نوع مهمة ريتش اللي هو تواصل أكبر أو إنجيجمنت تفاعل أكثر حسب نوع البوست. وبعدين بيجي كمان تدخل جوا يعني من جوا البوست، مثلا هاي نوع البوست، وكمان كيف شغلات معينة، مثلا إنه لازم البوست يكون مثلا ما يكونش التكست الكلام كتير فيه، يكون شغلة مفيدة، ما تكون الشغلة مثلا تسويقية بحتة، يعني شغلة الناس يتفاعلوا معها وتكون مفيدة مثلا. هذه الشغلات برضو بتدخل بالحسبة تبع الفيسبوك، وأكوردنجلي توصل لناس وبشوفوها ناس أكثر. طب أنت لو تحكي لنا أكثر عن يعني وين الدراسي، قديش ساعات الساعات لهذا التخصص؟ أوكي. بالنسبة للدبلومة هذه فكرة أنا وشركائي جينا فيها، إنه مثلا حان الوقت إنه ننشئ شغلة دبلومة معتمدة ندرس فيها أخلاقيات التواصل على الإعلام الاجتماعي وأسس وإيش هي. فحكينا إحنا عم هلأ بنسوي بتحضير المنهج إنه بدنا نحكي نجيب أي شخص له شغف أو اهتمام بالإعلام الاجتماعي، وإحنا ممكن نحط له منهج لمدة 3 أشهر، 90 ساعة، 60 ساعة نظرية و30 ساعة عملية، يكون الكلاسات بالمساء بعد الدوام من 6 إلى الساعة 8 3 أيام بالأسبوع، فبحيث إنه ما يأثر على شغله أو حياته العملية. ولمدة 3 أشهر بطلع منها بكون عارف إنه إيش هو السوشيال ميديا، كيف هي السوشيال ميديا، كيف يسوي استراتيجية، كيف يعمل البوليسي، يكون فريق بين السوشيال ميديا، يتعلم على الأدز، يتعلم على الريبورت، يتعلم على شغلات كثيرة، ويطلع إذا هو مستفيد وممكن يدخل بمجال العمل
بالإعلام الاجتماعي. بس خالد أنا حابة كنت أسألك سؤال ويكون اللي مداخلة بس عن طريق هلا الدبلوم هو بإدارة المواقع للتواصل الاجتماعي، بس قديش هو مهم إنه يندرس هاي الأيام هذا الدبلوم؟ يعني في كتير ناس من غير ما يدرسوا من غير ما يكون معهم دبلوم عم بحققوا أرباح سواء كانت مادية أو معنوية وأوريدي يعني ماشيين في الموضوع، فقديش مهم إنه يكون في شهادة بهاي القصة؟ يعني تحط شغله على الاعلام. خالد بس لازم نحكي بالعربي لانه في يعني خلينا نحكي المصطلحات بالعربي لانه في ناس مش كثير بيحكوا انجليزي. لو بعرف معناها بالعربي كان حكيت لك. ماشي. انا بترجم بعدين بترجم. لما نحط شغله على انت وشغله على الاعلام الاجتماعي ويصير لها صدى وتفاعل كبير جدا هاي ضارلتي، فهذه ما حدا بيقدر يتحكم فيها، لها وصفات معينه انه لو بتسوي عدد رموز معينة، صور بأوقات معينة، بنوع مادة معينة، ممكن تنتشر بشكل كبير زي مثلا هذه سرق بماس أوباما مش عارف إيش. يعني تعليم الشغلات كيف تحط على تنشر على الإعلام الاجتماعي، وين تنشر، إيش نوع المادة تنشرها، الأخلاقيات إيش تحكي. فمثلا كشركات ما بيقدروا إنه يستعملوا نفس أنواع التسويق التقليدي مرة تانية بالإعلام الجديد، ما بدأوا يحطوا البوستات الشير تبعتهم كلها تكون مشاركات كلها تكون عن الشركة، ما غلط، لازم يكون إشي عن الشركة، إشي عن مجال العمل، وإشي مسلي ترفيهي مفيد. قديش مهم إنه نستخدم إحنا أدوات السوشيال ميديا للتسويق بشكل عام؟ مهم جدا، لأنه هلأ إحنا لما نحط نسوي تسويق كامبين تسويق مثلا بالبورد ولا بالجرايد بتحطيه بس ما تعرف بالضبط يعني تطلع عليه تقرير كم واحد شافه، كم واحد قرأ، كم واحد استفاد منه، شو اللي مثلا اللي واحد شافه ممكن انه خلص غير رأيه وصار بده يشتري المنتج منك ولا لا. بالإعلام الاجتماعي انت تقدري تسوي تارجتينج انك تستهدفي فئات معينة من الناس، تحكي لا انا بالنسبة للمنتج تبعي هو بس بدفع مثلا النساء بعمر معين، فممكن تحكي على الفيسبوك او على الجوجل ان انا بدي المنتج تبعي اسوي له اعلان بس اسوي استهداف فقط للنساء من العمر مثلا عمر معين. هاي الشغله ما بتقدر تسويها قبل هيك. طب انا بس الاعلام الجديد تقدر. بس انا عشان دائما مايل للموضوع الاعلاميين بما انك انت حكيت الحين عن التسويق، هل بزبط معانا انه نستخدم هذه الادوات في ناحية التسويق زي ناحية الإعلاميين؟ يعني مثلا في ناحية الأشياء الدعاية الاجتماعية والأخلاقية والإعلامية اللي بيبقى فيها أسس وأخلاقيات للمهنة، هل يجوز أن نستخدمها نفس الحاجة ونفس الطريقة ونفس الأسلوب في تسويق زي تسويق الإيكوميرس والتجارة الإلكترونية وهذا الموضوع؟ وكمان على أي أدوات إحنا بالضبط نحكي، يعني إيش الفصل؟ يعني هذا مهم عشان الاجتماعي. هذا مهم الموضوع علشان حتى الإعلاميين يعرفوا هذه الأداة كيف يستخدموها. هلا شوف، هو منصات الإعلام الاجتماعي يعتبرهم زي ألوان، زي أنواع مختلفة من الكائنات الحية. كل واحد له شكل خاص ولون خاص وتصرف خاص. بالنسبة للإعلاميين أحسن منصة لإلهم هي تويتر، هي خلقة الإعلاميين. ممكن يلاقوا منها مصادر إخبارية جبارة ويكون سبق صحفي عندهم، ممكن يتفاعلوا مع ناس بنفس نمط العمل تبعهم ويقووا الخبرات تبعتهم، ممكن يكونوا بتحدثوا وبنشروا بسووا تسويق ذاتي، فبنشروا المادة تبعتهم على التويتر وبصير يستفيدوا ويصير الناس يعرفوا عنهم. يعني أنا مثلا ممكن أكون شغال بجريدة بسيطة مثلا أو صغيرة، إذا أنا شاطر بشغلي وشاطر على التويتر وفهمان وكيف وبستعمل الأدوات الصحيحة وبسوي تسويق لحالي، تسويق ذاتي لحالي إني أنا بنشر كإعلامي، أنا ممكن استقطب من إذاعات أو من شركات إعلامية أخرى كبرى حتكون. فالتويتر بيسمح للإعلاميين إنهم هم يسووا تسويق ذاتي لحالهم. هلا بالنسبة للمنتجات التجارية الأكثر،
الفيسبوك كويس، تويتر ماشي حالة، بس الفيسبوك بكون أكثر شيء. بطلع على هالحالة، أنا مش إعلامية. لا يعني مش لا إعلامية، بس مش هو مش هو يعني هو عماله بيحكي إنه شو الأشياء المفيدة للإعلاميين، بس إحنا إذا بدنا نسوي مقارنة ما بتلقاش حدا من كثير من الإعلاميين مسويين تويتر. في النهاية إحنا بدنا بس منك رسالتك وكلمتك في أول حلقة لدوت كوم ولكل المستمعين المهتمين في أدوات وتواصل الإعلام الاجتماعي. نعم، هلا إحنا لأول مرة بالتاريخ بالنسبة للإعلام الاجتماعي صار المحتوى منتج من المستخدم. أيام زمان إحنا كنا متلقين للمحتوى، فهلا إحنا منتجين للمحتوى، فهلا هذا بيجي معاه مسؤولية. ومهم جدا إنك أنت تسأل حالك، أنا شو دوري بإثراء اللغة العربية، بإثراء المحتوى؟ فلما أنا أنشر محتوى على الإعلام الاجتماعي ما يكون فارغ وبيش أحكي الكلمة مثلاً تافه، بس يعني ما لازم أحسبها وأحكيها. مثلاً مرات في شغلة أنا بحط وقت معينة أو شغلة بس بحكي ممكن أفجرح شعور حدا، ودائما بحاول أكون إيجابي، دائما بحاول أكون لما أنشر شغلة تكون تفيد بعض الناس. يعني قبل ما تغرد، قبل ما تحط ستيت، دور على جوجل ألف مرة وعد ألف مرة. صديقي العزيز خالد الأحمد من الأردن، شكراً لحضورك معنا اليوم عبر أثير إذاعة 24 FM ببرنامج دوت كوم خالد. وإحنا سعيدين، وطبعاً إحنا بدنا ننهي مع خالد ومع الحجي أوباما. طبعا السيدة هذه المصرية كنا بنعرفها، وهي احتلت المراتب الأولى في المشاهدة عبر وسائط الإعلام الاجتماعي الأخير. وإذا بدنا نروح، بما إن إحنا في مصر، فمنشير للناس للتوترجية إنه أعلى نسبة الترند الآن يتم الحديث عنه في مصر هي نفسي أصرخ وأولى. الو 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 الو، معنا اتصال. الو، بحكيش الو مرحبا. مرحبا، 24 FM صحيح، ممكن نحكي معك محمود حريبات؟ اهلا. بلا اهلا بلا بطيخ. يعني اول شيء مساء الخير. اسمع، بسوي فيديوهات وابصر ايش وبسوي فادي العروري طبعا بيحكي معي. اهلا فادي، فهذا قال مسويين انه عنه. تحياتي لزميلتك، وانا ببارك لكم في البرنامج اللطيف. الله يبارك فيك. شو رايك يعني انا فادي؟ يعني شو رايي انا؟ مستحيل اسمعه بصراحه، احكي لك ليش. ليش؟ يعني انا بدي اضل انت في وجهي طول النهار، وبرضه بدي اسمعك بالليل. يعني بصراحه لازم الواحد يسمع اصوات ثانيه. انا بنتظر هلا تسمعني على فكره. يلا مش مشكله، مش هخليها بصراحه معك. اسمعني انا فادي، انا لا شك انت بدي احكي لك انه بصراحه محمود ماخذ حيز كثير من البرنامج، وهذا شيء كثير مش صحي. لانه مشترك لي مجال، بحاول انا بس مشترك لي مجال. الجمهور بده ترجمه اللي بيحكيه محمود بصراحه. يعني احنا بنطالب بترجمه، ما بعرفش كيف يعني. انا بصير اترجم لكم، بس بدي بالمقابل قصه عن محمود. شو رايك تقول لي قصه مدام انت صديقه العزيز؟ لو اي بسلم عليه، غير هيك بقدرش احكي لك. بس وصلت محمود ولا ما وصلتش؟ خلص، احنا بنشكرك على هالمشاركه الجيده، ويعني افتح مجال للناس الثانيين. انا افتح مجال بصراحه، وانا هلا جيك شخصيا عشان افتح مجال لي شخصيا. يعني لك تعال. مبدئيا انا عن جد يعني بتمنى لكم كل توفيق، وان شاء الله بتكون فتحه خير، وبتمنى انه البرنامج يضيف شيء جديد لموضوع التواصل الاجتماعي ولكل المستفيدين منه. شكرا صديقي العزيز، مساك فادي، تحياتي لكم.
يا حبيب أنا لو هكون اللي طب عايش لمين أنا دي اللحظة حبيبي وانت بعيد بتفوت جميع سنة عبر أثير إذاعة 24 أف أم. نقول ألو بخير عبد الله. مساء الورد. أهلا الله يعافيك. نقدر نشارك؟ طبعا أهلا وسهلا. كل الاقتدار بتقدر. في البداية مبارك لكم على هذا البرنامج. الله يسعدك كويس إن شاء الله تظلوا دائما مكوين. عدي حربات. الله يسعدك. كانوا معنا معك عدي حربات. أهلا أهلا. طبعا بنقول لمحمود مبروك. أمي بتسمعنا؟ بتسمعكم. أعطيني أحكي مع أمي. لا من وين ليش؟ من وين عم تحكينا؟ احنا من الطبقة. من الطبقة. اهلا وسهلا بكل اهل الطبقة. اعطيني امي اعطيني امي. الحين في البداية احنا بنقول يعني برنامج جميل ورائع واحنا حابين نسمعه دائما، بس بنقول لمحمود يعني خلي شوي لنور يعني شو امي امي شو علقت علي؟ مش كل شيء انت مش امي امي شو خليه يعطيني سبيس صح مسافة احكي مساحة معطيه له امي امي شو قالت عني؟ قلنا امك شو قالت عنه؟ امي بتقول عنه مره يقول اك مره يقول اتش يعني يما انا قلت هيك عبر هو عم بيرد على المستمعين عشانهم عم بيقولوا انه يحكي يحكي بالشاف. الله يسعد لي بوزكي يما يا حجي. بنقول الله يعينكم يعني ها انه بصيح وهي ملموم العيلة طبعا بتسمع البرنامج مساهم طبعا طبعا وفاء كمان بتسمع معانا فكلها لامي كل الشباب لامي وطبعا يعني برنامج حلو وكمان بنقول الله يعين المستمعين على محمود هاي اول شغلة والشغلة الثانية طبعا يعني شو بدنا نقول الله يعين الجميع خلاص خلاص انت محمود يعني اذا بدهاش تحكي امي خلاص بكفيك يسعد كثير على اتصالك وخليكم دائما معنا على سماع عبر اثير اذاعه 24 يسعد, يسعد مساك وحضروا لي لما اروح ظبطوا لي الطبخه
احكي من هلا 13 دقائق بديش احكي. يا ريت تسمح لي بهالمكالمه نقول الو. الله يسعد لي بوسكي. يسعد لي بوسكي. انا اللي بدي احكي اصلا. يا وحش. يسعد لي هالبوز. مش راضي اخذ الهواء انا ولا شوي. طبعا احنا معانا الكبير في البلد الكونفوشيوس عرين الرناوي. اهلا وسهلا. انا بديش احكي يا عرين. انت كبير، انت كبير. مساء الخير عرين، كيفك؟ الله يسعد مساكن لك. اسمعي انا ما عمري ما حسدت حدا على شيء، بس نيالك انك انت مع محمود حربات. نيالنا كلنا أيوة نيال الاذاعه فيه. كيف بس عالم اخر صح؟ بس جبطتي لحربات. برنامج جديد، عالم اخر، جو جديد، ونهفه جديده، واذاعه جديده. الله يوفقكم كلكم يا رب، ويسعد بوسكم فردا فردا. يسعد بوسكم، كلكم مميزين وكلكم تستاهلوا كل خير. ويا رب تضلك هيك يا محمود، ما تغيرش لهجتك ولا عشان اي شيء بالدنيا. ولا مره يا كبير، ولا مره يا كبير. كمان في تحيه عبر الاثير لامكي، الله يسعد مساها. امي بتسلم عليك والله. ولكل عيله دار النريناوي. طيب ماشي ماشي ماشي، حاضر. يسعد مساكي علي، كمان نستنى تاخذين لنا صور للاذاعه الجديده ولبرنامجنا ولا انا وحربات. جيدكم جيدكم في كبسيه عليكم كلكم. احجب جيبي معك شي زاتي عشان نوكل، لاني مسوي دايت نوتيلا. انا مسوي دايت. ماشي يلا. يسعد مساكي، الله يسعدكم يا رب، موفقين. اهلا وسهلا بالصحفي خالد العروري. مستمعاتنا ومستمعينا، خلي الهواء اللي شوي حربات. خليني ارحب بكل اللي عم يسمعنا هلا، بكل اللي عم يتواصل معنا مش بس باتصال او اس ام اس. اكبر دليل انه احنا برنامجنا اليوم عن الدوت كوم والسوشيال ميديا هو انه عم يجينا تعليقات اكثر على صفحتنا على الفيسبوك. تعليقات. شكرا لكل اللي عم يتواصل تعليقات معنا بتعليقات على الفيسبوك. كلياتكم حبايبنا، وان شاء الله الاذاعه تكون دائما صدى لصوتكم. الله يبارك فيكم جميعا وفردا فردا. يمكن ما يتسع الوقت انه ارد انا وحربات على التعليقات اللي بتجينا على الفيسبوك، بس قبل اي شيء خليني اعطيكم معلومه على الطاير. بمناسبه انطلاق اذاعه 24 اف ام، اكبر دليل على الاعتماد الحالي كله على الاعلام الاجتماعي انه اجانا اس ام اس واحد بينما اجانا اكثر من 40 تعليق. هذا دليل على انه الانترنت هو اداه الاتصال الاسرع انتشارا. وبحب انوه الى انه وصول بث الاذاعه ل 50 مليون مستمع يا حربات اسمع استغرق 38 سنه، والتلفزيون لحتى يوصل لنفس العدد استغرق 13 سنة من المشاهدين، أما الإنترنت استغرق لأربع سنوات لحتى يوصل لخمسين مليون مستخدم. والفيسبوك على فكرة أقل من 9 شهور كان أكثر من 100 مليون مستخدم في 9 شهور. الفيسبوك هذا طبعاً. وعدد المستخدمين للإنترنت في العالم يقدر بأكثر من مليار، وكمان 71 مليون بشكل عام بالعالم بيستخدموا السوشيال ميديا. 30% منهم السوشيال ميديا تعتبر هي مصدر الأخبار الرئيسي بالنسبة لهم. بالك كم اللايك بيعملوا باليوم؟ اليوم اللي التقرير اللي حكى عنه خالد قبل شوي، في كثير من المعلومات والأشياء واللي راح يمكن بدها حلقات عشان نحكي فيها. أكيد ما هو برنامجنا دوت كوم راح يسلط الضوء أكثر على أي إشي بتعلق بالإنترنت والتكنولوجيا والسوشال ميديا، وراح نحكي عن أدوات الإعلام الاجتماعي في حلقاتنا بالمستقبل. طيب معنا المكالمة. مساء
السلام عليكم. السلام. السلام. الله يعطيكم العافية، كل عام أنتم بخير بسبب انطلاق الإذاعة. الله يبارك فيك يا رب، نتعرف عليك. شاكر معكم. أهلا أهلا يا شاكر، كيفك؟ الله كيف حالك أنت؟ أهلا كيف حالك؟ من وين أنت يا شاكر؟ من وين تحكي؟ أنا من عرب الرمضان. أهلا، بواصل كل ال ال. بواصل بس طبيعي. أنت وين هلا؟ يعني أنت عند العرب؟ أنا قاعد في البيت. وسامع. أنت قاعد في البيت وسامعنا؟ سامعكم مباشر. وبسمعكم أنا، بس التجريبي بسمعكم أنا. شاكر شكرا يعني لاتصالاتك بس الدائمة. بس هذا على فكرة ملاحظة، يعني الرمضان بعد البرج، يعني يعني اللقط عندنا في عندنا في قسمين. ولا خليل. في الشمال. انت يعني من جماعه الشمال؟ احنا من الشمال. يعني بس انت بتحكي لهجه البدو، بس صعب عليك شويه. لا انا مش من البدو، انا من دور الخليل، يعني ما هو احنا يعني احنا قراب عليكم، يعني شو فرق منه. كيف شايف البرنامج؟ والله اقول لك يعني هذه اول اذاعه بسمعها، يعني انطلاقها جيده. احنا سعيدين جدا بمشاركتك، وسعيدين جدا انه مواضيعنا كمان نتخرف فيها، ما يعني مش ناس معينه، وهذه رساله البرنامج انها للمجتمع كله، لانه بيستخدم كل الوسائل، هي الفيسبوك. لان هذه محطه 24 اف ام، يعني هذه للجميع. عندك فيسبوك انت يا شاكر؟ لا انا ما عندي. طب شو بتستخدم من ادوات الاعلام الاجتماعي؟ انا بستخدم التلفزيون. التلفزيون والراديو بس. يلا منيح، خليك دائما على السمع معنا على الراديو. ايوه شكرا كثير لاتصالك شاكر. الله يسعد مساك يا شاكر. كمان تلفون اتصال. انت كلمتي الخير. مرحبا. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ تمام. اول شيء ريت الف مبروك ل 24 اف ام لكل القائمين عليها. الله يبارك فيك. مبروك لحبيبات، يعني مبروك للشعب الفلسطيني على حبيبات. الله يبارك فيك. بس انو معانا هذا؟ انت احسن. بحكي معك الدكتور علاوني ماهر. يا نسيبنا هذا الزلمه، يعني وبعدين يعني فيش مجال، هذا حصته كبيره حبيبي يا حبيبات. الله يسعد مساك، مبروك. الله والله مبسوط لما سمعت صوتكم. البرنامج كثير جميل. الحوارات اللي قاعده بتدور بينك وبين الصبي اللي معك، اللي هلا ما بعرف شو اسمها. نورة. نورة ب ب ب بال بالالف، مش اوعى تقول بالربطه هذه بالتاء. نورة نورة بالالف. ما هو احنا عم نحكي ولا بنربط حبيبي. مهر مهر، انت وقت ايش عرسك؟ ايه وقت ايش، شو تاريخ عرسك؟ مش مطول، 6 حبيبي. ما هو 10، شو بيجي 10؟ بيجي 3 5 يوم 3 يوم 3 بده يكون معنا حريبات. شوف لا احنا اسمع، احنا بنكمل الحلقه وبنيجي بنروح للعرس، ولا يهمك خلص. ضروري معزومين انت. لا ما احنا مش احنا بنعزم يا حبيبي. انا مش عارف اسمي عشان اروح. لا باخذ كمان. اوكي احنا بنعزم كثير شيق. هذا الحكي احنا فاقدينه كثير في اي مكان ثاني. يعني انا بشكر ان 24 افلام على فكره البرنامج، لانه هذا الحكي كثير راح يوطد بعض المعلومات عند الناس اللي هم فاقدينها. في كثير ناس بتستخدم السوشيال ميديا باسلوب خاطئ، بس مجرد انه ابو حسين عنده فيسبوك فانا لازم يكون عندي فيسبوك، بدون ما اعرف ايش ممكن انا استفيد منه. صح، احنا رح نحكي مثلا ايش انا بشتغل او ايش انا ما بشتغلش. رح نحكي كمان بحلقاتنا لقدام، نحكي لكل فئه ايش ممكن تستفيد من السوشيال. استنانا نهايه الحلقه، لانه في كثير من المعلومات، وانا سعيد جدا في شهادتك واللي بعتز فيها حبيبي يا حبيبي. شكرا لك، يسعد مساكم. او حتى تعليق صغير على حالي او على الصور، ناطر منك خبر على الفيس وعلى تويتر، واني ناطر منك خبر على الفيس وعلى تويتر، او حتى تعليق صغير على حالي او على الصور، تبعت وما رديتي علق مهتم مايتي، تبعت وما رديتي علق.
سحرتيني بهالعينين يا ويلي ظهر انكسر بدون الداعي يا علمت ومهمني تبعت وما رديتي علقت ومهتميتي بلا تغريدي حطيتي يا خوف تكوني هكار الحلو كمان في موضوع الحلقة إنه أنتوا عمالكم الآن بتشاركوا معنا في إعداد الحلقة، يعني إحنا هالحين بتوصلنا من ناس بسمعونا آخر الإحصائيات والأرقام اللي بتشير للأعداد، وهذه الأرقام مهمة جدا في أي دراسة. فمثلا بقول لك إنه ارتفع العدد الإجمالي المستخدمين الفيسبوك في العالم العربي من 51 مليون في 2012 ل 71 مليون في 2013. هذه معلومة من صديق مستمع لنا، يعني في هنالك إقبال جيد ورائع وكبير من المواطن العربي تجاه استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي. هذا أنا كمان اتصال عبر أثير 24 FM. ألو، مساء الخير. يسعد مساكم. أهلا وسهلا. ألف مبروك ل 24 FM، مبروك لدوتكم، مبروك إليك لحريبات. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. نتعرف عليك؟ فادي صويتي. أهلا وسهلا فادي صويتي صديقي. طبعا يا وحش، ألف مبروك إن شاء الله. الله يسعدك. أتمنى لكم برنامج مفيد راح يكون للعموم بشكل كبير. حريبات، من بداية الأشخاص اللي اشتغلوا السوشيال ميديا، بديش أحكي هون دعاية لإيفنتس إن بالستاين، بس بيسوى نسلط الضوء عليها شوي. هلأ بقدر كمان يحدثنا حريبات عن كيف أثرت السوشيال ميديا وإيش يعني دوره فيها؟ واحد لازم أحدثكم عن الموضوع حريبات. الله يسعدك يا صديق العزيز. يعني راح يعطيكم معلومات كثير غنية في مجال السوشيال ميديا من الأشخاص اللي بدوا بهذا الموضوع وكان له لمساته. خلينا نحكي عن مستوى